خلينا نروح للألعاب الأخرى داخل النادي الأهلي، ونبتدي بكرة السلة. وكابتن طارق خيري خلاص بيرفع الأحمال البدنية بالنسبة للاعبي كرة السلة. يمكن فريق كرة السلة بالنادي الأهلي الفريق الأول يمكن كان بيستعد بالظبط من حوالي 10 أيام تقريبا، ابتدوا استعداداتهم للموسم الجديد، فبالتالي هم في مرحلة تانية دلوقتي من الإعداد لهذا الموسم. ومن خلال المرحلة دي بيتم زيادة المعدلات البدنية بالنسبة للاعبين والتدريبات اللي بتقام في صالة الأمير عبد الله الفيصل النادي الاهلي، فبالتالي استعدادات مهمه جدا. زي ما احنا عارفين رجال السله في النادي الاهلي الموسم اللي فات كسبوا دوري المرتبط وكاس مصر، الموسم اللي جاي ان شاء الله هينافسوا على دوري السوبر ودوري المرتبط وكاس مصر. يمكن السنه اللي فاتت هم بس دوري السوبر ما قدروش يحققوه، لكن ان شاء الله عندهم طموح كبير جدا ان هم يفوزوا بالثلاث بطولات ان شاء الله اللي هيشاركوا فيها خلال الفتره المقبله. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للكابتن طارق خيري ومساعديه و اللاعبين ان شاء الله في كره السله بالنادي الاهلي رجال، ويقدروا يحققوا كل طموح جمهور النادي الاهلي. دايما اي لعبه داخل النادي الاهلي بينافس على كل البطولات، كره سله، قدم، طايره، يد، اي لعبه دايما داخل النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى عنده الهدف الاول والوحيد هو الفوز بالالقاب دائما. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. نروح للعبه اخرى وكرة اليد، ويمكن المواسم اللي فاتت ما كانتش قوية قوي بالنسبة لكرة اليد رجال في النادي الأهلي، لكن إن شاء الله في تفاؤل كبير جدا بالنسبة للفريق المرحلة المقبلة إن هو يقدر إن هو يحقق عدد من الألقاب. يعني زي ما احنا عارفين السنة اللي فاتت كسبوا الدوري وكأس الكؤوس الأفريقية، السنة الجاية إن شاء الله عندهم بطولات أفريقية ودوري السوبر وكأس مصر، فبالتالي إن شاء الله يقدروا يحققوا الألقاب دي ويقدروا يسعدوا كل جمهور النادي الأهلي. بالتالي ممدوح طه وهو احد لاعبي النادي الاهلي المهمين جدا قال ان دوافعنا كبيره جدا في الموسم الجديد. المهم دايما ان اللاعبين يخلقوا لنفسهم دوافع عشان يقدروا يجددوا طموحاتهم، عشان يقدروا يحققوا العديد والمزيد كمان من البطولات، وده اللي قاله ممدوح طه احد لاعبي النادي الاهلي المميزين جدا واللي قدم موسم ماضي بشكل مميز في النادي الاهلي. قال ان الفريق لديه اصرار على تقديم موسم مميز والمنافسه على كل البطولات، مشيرا الى ان اللاعبين اعتادوا على مواجهه الظروف الصعبه التي تعترض الفريق في كل موسم. وشدد ايضا ممدوح طه على ان اللاعبين لديهم دوافع قويه في تحقيق مختلف البطولات ان شاء الله، وبالتحديد بطولات افريقيا ان شاء الله اللي هيشاركوا فيها خلال الموسم الجديد. ونفس الحال بالنسبه لمصطفى خليل وهو احد اللاعبين ايضا المميزين داخل رجال النادي الاهلي لكره اليد، وقال روح الفانيلا الحمراء ستقود الفريق لتحقيق البطولات. وقال ايضا ان فتره الاعداد اللي بياخدها الفريق استعدادا للموسم الجديد ده مهمه للغايه في ظل تجهيز كافه العناصر من اجل الارتباطات القويه اللي هيخوضها النادي الاهلي الفتره الجايه. وقال ان كافه النواحي من اجل الحصول او الوصول لمستوى افضل اصبحت متوفره بالنسبه للفريق، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. الكلمه اللي شدد عليها خليل قال ان روح الفانيلا الحمراء هي سلاح الفريق لمواجهه التحديات المختلفه خلال الموسم الجديد. طبعا دايما زي ما احنا عارفين روح الفانيلا الحمراء بتفرق عند اي فريق داخل النادي الاهلي وبتخوف اي فريق بيواجهه النادي الاهلي، فان شاء الله ده دافع كبير بالنسبه لهم خلال الموسم اللي هيبدا ان هم يحققوا انجاز كبير ويحققوا كافه البطولات ان شاء الله اللي هيشاركوا فيها خلال الموسم الجديد. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله خلال المرحله المقبله. نروح للعبة أخرى وبتحديد السباحة داخل النادي الأهلي. الأهلي بيدرس تنظيم بطولة دولية للسباحة، ده شيء هيبقى مهم جدا لو النادي الأهلي قدر إن هو فعلا ينظم بطولة دولية داخل النادي في جزيرة أو في مدينة نصر، أكيد هيكون شيء مميز وشيء جديد بالنسبة للسباحة داخل النادي الأهلي. ويمكن بدأ خلاص جهاز ألعاب الماء بالنادي برئاسة كابتن وائل عزت تجهيز ملف كامل عن هذه البطولة، يتضمن خطة عمل شاملة من النواحي التنظيمية الخاصة بالبطولات، ويرغب جهاز ألعاب الماء في استضافة بطولات رسمية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للسباحة. إن شاء الله يكونوا موفقين في هذه الخطوة الهامة جدا، إن أنت تستضيف بطولة دولية في النادي الأهلي ده شيء أكيد هيضيف للنادي بشكل كبير وهيكون شيء مميز، بيسعى للكابتن طبعا وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء النادي الأهلي. في نفس السياق أيضا النادي الأهلي بيخاطب الاتحاد العربي للسباحة لاستضافة البطولة العربية، وده اللي قاله كابتن وائل عزت رئيس الجهاز. قال إن النادي الأهلي طلب رسميا استضافة البطولة العربية لكرة الماء واللي هتقام خلال شهر نوفمبر المقبل،
وقال ان هناك استعدادات بشكل كامل داخل النادي لاستضافه هذا الحدث وخروجه بالشكل الذي يليق باسم النادي الاهلي واكيد باسم مصر. واكيد كابتن وائل عزت ايضا اضاف ان الاهلي بصدد الحصول على الموافقات الرسميه لاستضافه هذه البطوله.